يا بنت موسى وابنة الأطهار، أخت الرضا وحبيبة الجبار، يا درة من بحر علم قد بدت لله درك والعلو الساري، أنت الوديعة للإمام على الورى، فخر الكريم وصاحب الأسرار. لازلت يا بنت الهدى معصومة من كل ما يرتضيه الباري، من زار قبرك في الجنان جزاؤه، هذا هو المنصوص في الأخبار. يا أرض قم تهللي وتطيبي وتعطري واستبشري، فقد شهدت أرضك ولادة سيدة تقدسها ملائكة السماء، فقد شهدت أرضك ولادة السيدة فاطمة المعصومة. السلام عليك يا سيدتي ويا مولاتي يا فاطمة المعصومة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الأكارم، مشاهدي قناة كربلاء الفضائية، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه التغطية التي نقدمها لكم من حرم السيدة فاطمة المعصومة سلام الله تعالى عليها، في ذكرى ولادة كريمة أهل البيت أخت الإمام الرضا عليهم السلام. في هذه الذكرى السعيدة لابد لنا من أن نهنئ صاحب العصر والزمان، وأن نهنئ علماءنا الأعلام والأمة الإسلامية جمعاء في هذه الذكرى السعيدة فيما يسمى عشرة الكرامة. وطبعا تأتي هذه التسمية من أصل أنه ولادة السيدة فاطمة المعصومة وذكرى ولادة الإمام الرضا سلام الله تعالى عليهما تفصل بينهما عشرة أيام، ومن هنا جاءت تسمية عشرة الكرامة التي نعيش أجواءها الآن. لا يخفى فضل هذه الأيام العشرة على أحد من الناس، ففي هذه الأيام تكاملت الأنوار الإلهية، حيث ولادة السيدة فاطمة المعصومة سلام الله تعالى عليها وولادة الإمام الرضا عليه من الله أفضل الصلاة والسلام. في هذه الذكريات وفي هذه الأيام السعيدة التي نعيشها نرى الناس يجتمعون في هذه المناسبة السعيدة في مراقد الأئمة سلام الله تعالى عليهم مهنئين لهم، ومن هنا يأتي الارتباط بأهل البيت سلام الله تعالى عليهم، حيث نرتبط بهم وبحبهم، نفرح لفرحهم ونحزن لحزنهم، فنأتي ملبين
هذه الذكرى السعيدة لكي نهنئ السيدة فاطمة المعصومة في هذه الأيام السعيدة، ولكي نكون قد لبينا دعوة أئمتنا سلام الله تعالى عليهم بأن نعتبر كل هؤلاء الأولياء الصالحين قدوة لنا في حياتنا. أحبتي المشاهدين، سوف ننتقل سوية لنتابع الفقرة التالية ثم نعود معكم، فابقوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على آدم صفوة الله، السلام على نوح نبي الله، السلام على إبراهيم خليل الله، السلام على موسى كليم الله، السلام على عيسى روح الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا خير خلق الله، السلام عليك يا صفي الله، السلام عليك يا محمد ابن عبد الله خاتم النبيين، السلام عليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وصي رسول الله، السلام عليك يا فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليكما يا سبطي نبي الرحمن وسيدي شباب أهل الجنة، السلام عليك يا علي بن الحسين سيد العابدين وقرة عين الناظرين، السلام عليك يا محمد بن علي باقر العلم بعد النبي، السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق البار الأمين، السلام عليك يا موسى بن جعفر الطاهر الطهر، السلام عليك يا علي بن موسى الرضا المرتضى، السلام عليك يا محمد بن علي التقي، السلام عليك يا علي بن محمد النقي الناصح الأمين، السلام عليك يا حسن بن علي، السلام على الوصي من بعده، اللهم صل على نورك وسراجك وولي وليك ووصي وصيك وحجتك على خلقك، السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر التقي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك عرف الله بيننا وبينكم في الجنة وحشرنا في زمرتكم وأوردنا حوض نبيكم وسقانا بكأس جدكم من يد علي بن أبي طالب صلوات الله عليكم،
أسأل الله أن يرينا فيكم السرور والفرج، وأن يجمعنا وإياكم في زمرة جدكم محمد صلى الله عليه وآله، وأن لا يسلبنا معرفتكم، إنه ولي قدير. أتقرب إلى الله بحبكم والبراءة من أعدائكم والتسليم إلى الله راضيا به غير منكر ولا مستكبر، وعلى يقين ما أتى به محمد وبه راض، نطلب بذلك وجهك يا سيدي اللهم ورضاك والدار الآخرة. يا فاطمة اشفعي لي في الجنة، فإن لك عند الله شأنا من الشأن. اللهم إني أسألك أن تختم لي بالسعادة، فلا تسلب مني ما أنا فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم استجب لنا وتقبله بكرمك وعزتك وبرحمتك وعافيتك، وصلى الله على محمد وآله أجمعين، وسلم تسليما يا أرحم الراحمين. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مشاهدينا الأكارم في هذه التغطية التي نقدمها لكم من حرم السيدة فاطمة المعصومة في ذكرى ولادتها سلام الله تعالى عليها. طبعاً أحبتي المشاهدين، في هذا البرنامج ستكون لدينا الكثير من الفقرات المنوعة التي نأمل أن تنال إعجابكم، ونأمل أن تستفيدوا منها جل الاستفادة. وطبعاً في الفقرة التالية التي سنتابعها سوية ستكون لدينا وقفة مع سماحة السيد هادي المدرسي الذي سيتكلم عن شخصية السيدة فاطمة المعصومة سلام الله تعالى عليها، هذه الشخصية المليئة بالصفات الحميدة، الصفات التي كسبتها من أبيها ومن أخيها الرضا سلام الله تعالى عليهم أجمعين. هذه الصفات هي صفات أهل البيت سلام الله تعالى عليهم، الذين أمرنا أن نعتبرهم قدوة لنا في حياتنا حتى نعيش حياة صحيحة سليمة، ونكون على الصراط المستقيم الذي رسمه لنا الله سبحانه وتعالى عن طريق أهل البيت. أحبتي، فلنتابع سماحة السيد هادي المدرسي ثم نعود إليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الكريم: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. من أهم ما يجب علينا أن نعرف سنن الله في هذه الحياة، لأن الله عز وجل لن يبدل سننه لأهواء الناس، إنما علينا أن نبدل وأن نغير طريقتنا في الحياة حسب سننه فيها. ومن سننه أنه يخلق أنبياء وأوصياء وأولياء
يجعلهم قدوات في هذه الحياة ويطالبنا باتباعهم. والأولياء لا يقتصرون على الرجال، فهنالك أيضا يضرب الله الأمثال ببعض النساء ويطالب الجميع بالاقتداء بهن رجالا ونساء. وإن كانت الأولوية فيما يرتبط بالنساء أن يتبعن من خلقهن الله عز وجل تقيات مؤمنات قانتات طيبات، وجعلهن قدوة في الحياة. من ذلك فواطم أربع يقدسهن المؤمنون في هذه الأمة، وهي فاطمة بنت أسد أم الإمام علي، وفاطمة الزهراء زوجة الإمام علي بنت رسول الله سيدة نساء العالمين، وفاطمة بنت حزام أم البنين، وفاطمة بنت موسى بن جعفر الملقبة بالمعصومة. الفواطم تكررت شخصياتهن في بعضهن البعض كعادة الأنبياء وكعادة الأولياء. يعني أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم تكررت فيها شخصية آدم وشخصية نوح وشخصية إبراهيم وشخصية موسى وشخصية عيسى. كان خاتم النبيين وهو يمثل جميع الأنبياء، كذلك فيما يرتبط بالمؤمنات القانتات الصالحات المتقيات. فاطمة بنت موسى بن جعفر سلام الله عليهما تكررت شخصيتها وشخصية الفواطم فيها، فهي تمثل فاطمة الزهراء في بعض جوانب حياتها، وتمثل فاطمة بنت أسد، وتمثل أم البنين، كما أنها تمثل نفسها وتمثل أباها وأخاها الإمام الرضا سلام الله عليهم. هذه المرأة الصالحة التي ولدت في عام 173 للهجرة النبوية، وتوفيت احتمالاً كانت مسمومة فهي شهيدة، مجموع ما عاشت في هذه الحياة 28 عاماً تقريباً، لكن حياتها زاخرة بالمواقف الرسالية والمواقف الإيمانية، ومن ثم تحملت في سبيل الله ما تحملت وأصبحت قدوة لجميع الرجال والنساء. تصوروا لو بدأنا من آخر شيء، نحن الآن عند مقام السيدة فاطمة بنت موسى بن جعفر سلام الله عليها، هذا المقام الذي يقصده الملايين من الناس في كل عام يعبدون الله عز وجل هنا، يتقربون إلى الله عز وجل هنا، يتعلمون العلم هنا، مركز إشعاع إيماني في هذه البقعة المباركة، لأن فاطمة المعصومة مدفونة فيها. ابقوا معنا في هذا الفاصل، نعود لنكمل الحديث. حينما يخلق الله عز وجل الأشياء مختلفة والأماكن مختلفة والأزمان مختلفة، نراه أيضا فيما يرتبط بالناس يخلقهم مختلفين، كما أن هنالك الفحم وهنالك الألماس في عالم الماديات، كذلك في عالم الرجال وفي عالم النساء. هنالك من يخلقهم الله طيبين طاهرين، منهم أولياؤه في هذه الحياة ليجعلهم نموذجاً يقتدي بهم الناس. يخلق الله المرأة الصالحة التي يريدها أن تكون نموذجاً يخلقها مختلفة. ليس حديثنا الآن عن مقامات السيدة فاطمة المعصومة عند ربها، هذه المقامات لا تتغير سواء آمنا بها أو لم نؤمن، لكن نريد أن نقول كما أن لله أزمنة مقدسة مثل ليلة القدر، مثل شهر رمضان المبارك، مثل يوم عرفة،
كذلك أماكن مقدسة مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك عند الله عز وجل نساء مقدسات، منهن فاطمة بنت موسى بن جعفر المعروفة بالمعصومة. هذا الاسم أي لقب المعصومة أعطاها الإمام الرضا سلام الله عليه، قال: من زار فاطمة المعصوف معصومة عارفا بحقها وجبت له الجنة. وكان الإمام الصادق سلام الله عليه يقول حينما جاءه بعض الرجال من مدينة الري، قال: مرحبا بأهل قم. قالوا: يا ابن رسول الله، نحن من أهل الري. قال: نعم، إن لله حرما أمنا هي مكة، وللنبي حرم أمن المدينة، ولنا حرم أمن قم. قم مدينة مقدسة، قدسها الله عز وجل بأن دفنت فيها فاطمة المعصومة بضعة رسول الله، بنت رسول الله، هي بنت ولي الله وأخت ولي الله وعمة ولي الله. خلقها الله مقدسة ودفنت هنا، وكانت مصرة على أن تدفن في هذه الأرض لأن الله قرر هذا الأمر. ولذلك حينما وصلت إلى مدينة الساوة وكانت مريضة جدا، سألت: كم بيننا وبين قم؟ قيل: 10 فراسخ. قالت: إذن نستمر إلى أن نصل إلى هناك. وصلت إلى هنا وكانت عارفة أنها ستدفن هنا، كما قال الإمام الصادق سلام الله عليه: ستدفن بنتي في مدينة قم، من زارها وجبت له الجنة. وبقيت هنا 17 يوما ودفنت، فأصبحت منارا للمؤمنين والمؤمنات. نرجو من الله عز وجل أن يتقبل من زائريها زيارتهم، وأن نحشر معها وفي درجتها في الجنة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الأكارم مرة أخرى في هذه التغطية من حرم السيدة فاطمة المعصومة سلام الله تعالى عليها. أحبتي المشاهدين، كما تعلمون أن السيدة فاطمة المعصومة هي أخت الإمام الرضا عليهما السلام، وهذه العلاقة، علاقة الأخوة التي كانت بين السيدة فاطمة المعصومة وبين الإمام الرضا، كانت مثالا يحتذى به لكل أخ وأخت. يجب على كل شخص أن يتخذ هذه العلاقة بين الإمام الرضا والسيدة فاطمة المعصومة قدوة له في حياته. ومن هنا تأتي علة تحمل السيدة فاطمة المعصومة، تحمل مشقة السفر وعناء السفر وتعب السفر للقيا أخيها الإمام الرضا عليه السلام. وطبعا هذه العلاقة هي مقياس لمدى حب السيدة فاطمة المعصومة لأخيها الإمام الرضا سلام الله تعالى عليه. وطبعا للحديث أكثر بخصوص هذا الموضوع، يسعدنا أن نستقبل سماحة الشيخ سعد الغري الأستاذ في الحوزة العلمية. أهلا ومرحبا بكم سماحة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. أيضا في البدء نبارك لكم هذه الأيام العطرة والذكرى الميمونة لولادة كريمة أهل البيت أخت الإمام الرضا السيدة الجليلة فاطمة المعصومة سلام الله تعالى عليها، ونسأل الله تبارك وتعالى أن كما هو مروي في زيارتها أن تشفع لنا في الجنة. يا فاطمة اشفعي لنا في الجنة، حياكم الله. حياكم الله سماحة الشيخ، شكرا جزيلا. سماحة الشيخ، مثل ما ذكرنا في المقدمة أن علاقة الأخوة التي كانت بين الإمام الرضا وبين السيدة فاطمة المعصومة هي مثال وقدوة لنا لكي نعتبرها قدوة في حياتنا. من هنا نريد أن نعرف ما مدى تأثير هذه العلاقة في المجتمع إذا طبقت بحذافيرها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا الأخوة حينما نطلق هذا التعبير فقد يراد منه الأخوة العامة التي يشترك بها جميع المسلمين والمؤمنون، أيضا بعضهم هو أخ للبعض الآخر، و
مرة أخرى لا، نطلق ونريد منها هذه المسألة الخاصة والعلاقة الخاصة بين الأخ بين الأخ وأخته أو الأخ وأخيه. فبالنسبة للمعنى الأول هي مسألة عامة الله تبارك وتعالى حث عليها، وكذلك نبينا صلى الله عليه وآله أشار إلى هذه المسألة وجعلها من مكملات الأخلاق ومكملات القوى العملية التي يتكامل الإنسان بالانصياع لها. أما في مسألة الأخوة الخاصة فهذه نلاحظ أنها أكدت عليها الروايات أيضا بصورة خاصة، بحيث جعلت مسألة اختيار الزوجة أو اختيار الزوج للبنت مثلا جعلتها من الأمور الواجبة. لماذا؟ حتى تكون الذرية هي ذرية صالحة، ولذلك جعلوا في حتى في أول ليلة هي ليلة الزفاف مثلا جعلوا هناك واجبات أو مستحبات تقام حتى لكي يحسن هذه الأمور، لأن الدخل الوراثي له مدخل واضح في أخلاق وفي نفسيات الموجودة عند المولود. فلذلك أكدت عليها الروايات. وهنا يعني هناك تأكيد عام حول الأخوة، وهناك تأكيد خاص في أخوة الإمام الرضا سلام الله عليه والسيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها، باعتبار أن الفارق السن بينهما كان نستطيع أن نقول قليلا، وكان من أم واحدة هي نجمة سلام الله تعالى عليها، فأخذت تنهل من هذا المنبع من أبيها ومن أخيها، بحيث أنها كانت في ذلك الوقت رغم صغر سنها ولكنها كانت عالمة وكانت تقية وكانت صالحة. لماذا؟ لأنها نشأت في مثل هذا البيت، فهذا أثر على طبيعة العلاقة، بالإضافة إلى اختيار المرأة الصالحة يعني أم السيدة فاطمة المعصومة التي بالتأكيد كانت تحثها على احترام أخيها وطاعة أبيها وغير ذلك، فجعل هذه المسألة متكاملة وتجسدت واضحة في طاعتها العمياء نستطيع أن نقول لإمام زمانها في ذلك الوقت وهو الإمام الرضا، حينما بعد إلى مرو بعد ذلك أو بعد إلى خراسان، ثم جاءت برفقة إخوانها لملاقات الإمام الرضا رغم غيبت يعني كانت فترة قليلة غاب عنها أقل السنة أو سنة نستطيع أن نقول، ولكن هذه العلاقة نلاحظها تجسدت بينها وبين الإمام الرضا، بحيث أخذت تحاول الوصول إليه بشتى الطرق. طبعا عندنا في الروايات أنه جاءها مكتوب من الإمام الرضا حول هذه المسألة، ثم بعد المكتوب وصلت وتوجهت إلى الإمام الرضا. فطاعتها لأخيها هذه الطاعة تجسدت بأمرين، الطاعة الخاصة الأخ لأخته والطاعة العامة اللي هي طاعة الإمام في ذلك الوقت. فينبغي لنا أن نحتذي على الأقل في هذه الطاعة القليلة، لأن علاقة الأخ بالأخت علاقة خاصة ومن نوع خاص، وفيه تتجسد أحلى وأجمل الأخلاق. فإن الأخت بعينها يعني بعين أخيها تعتبر هذه المسألة هي مسألة تواصل ومسألة تكامل ومسألة لجوء إلى الأخوة في كل الأمور، سواء كانت الأمور المعنوية أو الأمور الأخلاقية أو الأمور التربوية والتعليمية. شكرا جزيلا سماحة الشيخ، لدينا فاصل إن شاء الله ثم نكمل هذا الحوار الشيخ معكم إن شاء الله. مشاهدينا الأعزاء فاصل ونواصل، ابقوا معنا. مضت سنة على سفر الإمام الرضا عليه السلام إلى مكة، وأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله في المدينة حرموا من عزيزهم الذي كانوا يستشعرون الرحمة واليمن بجواره، ولم يكن يهدئ روعهم شيء سوى رؤيتهم للإمام المعصوم عليه السلام. السيدة فاطمة المعصومة عليه السلام كبقية إخوتها قل صبرها، وكانت كل يوم تجزع لفراق أخيها الرضا عليه السلام. في هذه الأيام كتب الإمام الرضا عليه السلام رسالة مخاطبا أخته السيدة المعصومة عليه السلام، وأرسل الرسالة بيد أحد خدامه إلى المدينة المنورة.
وأمره ألا يتوقف وسط الطريق كي يصل الكتاب إلى المدينة المنورة بأقصر زمان ممكن. وكذلك فإنه عليه السلام دل الرسول على منزل أبيه، حيث تسكن أخته المعصومة لكي لا يسأل من شخص آخر عن منزل الإمام الكاظم عليه السلام. وصل مبعوث الإمام إلى المدينة، وامتثالا لأمر الإمام عليه السلام سلم الكتاب إلى السيدة المعصومة. وعلى رغم أننا لم نعرف شيئا من محتوى ذلك الكتاب، لكنه مهما كان فقد أجج نار الشوق في أهله وأقربائه. ومن هنا قررت السيدة المعصومة وبعض إخوة الإمام وأبناء إخوته أن يتحركوا نحو مروة ليلتحقوا بالإمام عليه السلام. وبسرعة جهزت عدة السفر وتهيأت القافلة للسير، وبعد أخذ الماء والمتاع خرجوا قاصدين مروة. كان في هذه القافلة السيدة المعصومة ويرافقها 5 من إخوتها، هم فضل وجعفر وهادي، قاسم وزيد، ومعهم بعض أبناء إخوة السيدة المعصومة وعدة من العبيد والجواري. تحركت قافلة عشاق الإمام رضا عليه السلام، وبغير المنازل الضرورية للصلاة والغذاء والاستراحة لم تتوقف لحظة عن المسير. عناء السفر كان يؤذي السيدة المعصومة كثيرا، ومع أن قطع هذا الطريق الوعر كان شاقا على شابة مثلها، فإنها ولشدة شوقها إلى زيارة أخيها كانت مستعدة لتحمل أضعاف هذا العناء. انتهت المرحلة الصعبة من هذا السفر، وأخيرا وصلت القافلة إلى أراضي إيران، ولابد أيضا من السفر واجتياز المدن والقرى واحدة بعد أخرى. وأخيرا وصلت القافلة إلى مدينة ساوة. هناك مرضت السيدة المعصومة مرضا شديدا بحيث لم تقدر على متابعة المسير. هذا السفر الطويل المتعب من المدينة المنورة إلى ساوة، وإن كان أضعف بدنها إلا أن المرض وشدته أنحلت جسمها وأشحبت لونها، ولكن لابد من التنويه إلى أن بعض الروايات تؤكد على تعرض موكب السيدة إلى هجمات متعددة من قبل جيش المأمون الذي أمر بقتل جميع من توجه لزيارة الإمام في ذلك الموكب. وتشير بعض الأحاديث المتواترة إلى وضع السم للسيدة المعصومة كي تفارق الحياة قبل رؤيتها لأخيه الحبيب. بعد مرض السيدة وعجزها عن متابعة الطريق، قررت الذهاب إلى قم وسألت من معها: كم بيني وبين قم؟ أجابوها: 10 فراسخ. وعند ذلك أمرتهم بالتوجه إلى قم. كانت قم في ذلك الوقت ملجأ الشيعة، مع أن مذهب التشيع لم يكن شائعا في إيران، لكن بسبب هجرة الأشعريين العرب من الكوفة إلى قم فهذه المدينة كانت مدينة شيعية، وجميع ساكنيها من الشيعة ومحبي أهل البيت عليهم السلام. لما بلغ خبر وصول السيدة المعصومة إلى ساوة ومرضها هناك إلى أهل قم، أجمع كل أهل المدينة أن يذهبوا إلى السيدة ويطلبوا منها الإقامة في قم، حيث ذهب موسى بن خزرج ممثلا عن أهل قم إلى بنت الإمام موسى الكاظم عليهما السلام، وأخبرها برغبة القميين وفرط اشتياقهم لزيارتها، وأجابت السيدة المعصومة طلبهم وأمرت بالحركة نحو قم.
الكرام أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. قبل أن ننتقل إليكم تابعنا سوية كيفية مسيرة السيدة فاطمة المعصومة سلام الله تعالى عليها وما حصل معها في هذه المسيرة الصعبة في الواقع. أما الآن نكمل حوارنا مع سماحة الشيخ طبعا بخصوص محور آخر. سماحة الشيخ أعيد وأرحب بكم مرة أخرى في هذا البرنامج. سماحة الشيخ طبعا كما يعلم الجميع السيدة فاطمة المعصومة كانت لديها من العلم ما لديها حيث نالت هذا العلم من أبيها ومن أخيها، وعرفت هذه السيدة بالعالمة والجليلة. من هنا نريد أن نتطرق إلى مسألة تعلم الفتيات وما مدى أهمية هذا الشيء من خلال العرف الاجتماعي الموجود والسائد. أحسنتم. طبعا السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها لو أخذناها كمثال ولاحظنا صغر سنها، حيث تنقل الحادثة أنها جاء بعض الناس لغرض عندهم أسئلة في ذلك الوقت، يأتون إلى إمامهم وهو الإمام الكاظم سلام الله عليه، ولكن كان الإمام مع ابنه الإمام الرضا غير موجودين في البيت، فأصيبوا بالحيرة وغير ذلك. ثم أتتهم السيدة فاطمة المعصومة رغم صغر سنها، باعتبار أن الإمام الكاظم سلام الله عليه في الروايات أنه كان عمرها 6 سنوات وأخذ إلى السجن. فإذا قبل أن يصل إلى هذا السن، يعني قبل أن تكون عمرها 6 سنوات، تواجهت مع هكذا مسائل وأجابت هذه المسائل بصورة جيدة متقنة دالة على علميتها. حتى عندما رجعوا ورأوا الإمام الكاظم عليه السلام ذكروا له هذه الحادثة، قال فداها أبوها. فداها أبوها، وهذه كلمة عظيمة يعني صحيح. تشهد بمنزلة هذه السيدة الجليلة فاطمة المعصومة، بحيث معصوم يقول فداها أبوها، وهذه يعني يحتاج لها إلى وقفات. بالنسبة إلى الإسلام وبقية الأديان، لم تفرق في بين الذكر والأنثى إلا في بعض الحقوق وبعض الواجبات لغاية، باعتبار المشرع هو أعلم بالذكر وأعلم بالأنثى، وضع له تكاليف تختص به وتكاليف تختص بها للمرأة. أما هناك بعض الأعراف التي نلاحظ أنها جاءت بشيء ما أنزل الله به من سلطان، وهو أنه تقييد التعليم بالنسبة إلى المرأة. طبعا نحن نقول أنه الدين الإسلامي إذا كان في تعلم المرأة خلل يؤدي إلى خلل في دينها أو في أخلاقها أو في حجابها، طبعا هذا مرفوض شرعا وواضح، هذه ما يحتاج. يوجد في بعض المؤسسات التعليمية في دول ربما غير إسلامية يمنعون الحجاب هنا مثلا. أحسنت، يعني هذا تضطر تتخيل المرأة بين الجلوس في بيتها وبين التعلم بهذه الشروط، يعني تنزع حجابها وغير ذلك. لا، طبعا تختار البقاء في بيتها وتستخدم الوسائل الحالية للتعلم موجودة ما شاء الله، عندنا نت وعندنا غير هذه الأمور الحديثة كلها، يمكن الإنسان يستطيع التعلم من خلالها. فقصر وحصر التعلم فقط على الرجال هذا شيء ما أنزل الله بها مصر، بل هناك في بعض الأحايين تكون عندنا وجوب على المرأة أن تتعلم في أي شيء. مثلا في مجتمع خال عن طبيبة، خال عن طبيبة راح يصير واجب كفائي، كما أن الجهاد في بعض الأحيان يكون واجب كفائي، وأيضا حصول ملكة الاجتهاد في بعض الأحيان يكون واجب كفائي، كذلك هنا يكون على النساء واجب كفائي أن يتعلم قسم من عندهن، يعني هن يوضعن أنفسهن في مقام التعلم لكي يسد الفراغ الموجود في هذه، سواء كان بين حاجة المجتمع في هذا المجال. فقصدي أنه قد يكون التعلم بالنسبة للمرأة واجبا، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مكروها، وقد يكون حراما. أحسن، فينقسم التعلم للمرأة بحسب الأحكام التكليفية. فلذلك ينبغي على الإنسان أنه لا يستخدم الأمور التي لم ينزل الله بها من سلطان لمجرد أنه عادات أو لمجرد أنه عيب أو لمجرد أنه العرف العشائري أو غير ذلك، فهذه خارجة عن قيم الإسلام الذي في ذلك الوقت أعطى للمرأة حرية التعلم في وقت النبي صلى الله عليه وآله. نعم.
طبعا سمعت شيخ، من هنا يجب أن نوجه رسالة لكل من يتابعونا بخصوص مسألة تعلم الفتيات. هي مسألة مثل ما قال سمعت الشيخ، مسألة طبيعية جدا في حال إذا لم تكن مخلة بالشرع أو لم تسبب أي شيء يؤدي إلى فعل حرام أو ما شابه ذلك. لذلك يجب أن نتروى في هذه المسألة ونعطي للمسألة، ولكن ما هل هناك من يقول بها غير ذلك؟ يعني احتمال إذا كان موجود فهو نسبة قليلة جدا، وإلا الآن المجتمعات انفتحت على هذه المسائل. صحيح. وأدركت أهمية هذه المسألة. صحيح، نحن بدورنا نود أن نوصل رسالتنا لهذه الفئة القليلة لكي يكون لدينا مجتمع متكامل إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لكم سماحة الشيخ، حياكم الله. في الواقع جزيتم خيرا على هذه المعلومات القيمة التي قدمتموها لنا وللمشاهدين. جزاكم الله خير، وفي النهاية أيضا أنا أشكركم على هذا اللقاء وجزاكم الله خير الجزاء. حياكم الله سماحة الشيخ. مشاهدينا الأعزاء، بعد هذه المعلومات القيمة التي قدمها لنا سماحة الشيخ، لا بأس أن ننتقل إلى الفقرات التالية من برنامجنا، تابعونا. يا من دعاني من كنت قاصده، فقد دعوت لخير الخلق والأمم. سمي فاطمة الزهراء وابنتها، كريمة الخلق والآداب والشيم، وعصمة الله فينا جل عصمته، تدعى معصومة في معدن العصم. موسى أبوها على موسى الكليم على، أمعدن العلم ضاها النطق بالكلم. فتاة حي بهم فاض الوجود على جميع ما أخرج الفياض من عدم. من زار فاطمة حبا لفاطمة كانت له جنة مصحوبة النعم. يا رحمة عمت الآفاق عائدة، وعمت العرب بالتشريف كالعجم. فشرفت أرض قنب ما لها شرف قبلا، ولو كانت ابتاعته بالسلم. يا بضعة الكاظم الهادي، فإن لك شأنا من الشأن عند البارئ النسم. نفسي فدا شمس آل الله، نفسي فدا شمس آل الله، إن لها لروضة كرياض الخلد من عظم، وتربة خرت الأملاك ساجدة. يا بشر ملتثم منها ومستلم. مشاهدينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. بمجرد وجود شخص من أهل البيت سلام الله تعالى عليهم في مدينة من المدن، هذا الأمر يجلب كل الخير وكل البركة لتلك المدينة نفسها وللناس الذين يعيشون في تلك المدينة. فمثلا وجود السيدة فاطمة المعصومة في مدينة قم المقدسة جلب ما جلب من الخيرات والبركات على أهل هذه المدينة. بالإضافة إلى ذلك، فقد صارت هذه المدينة محطة ترحال للزوار، مثلا خلق فرصا لخدمة الزوار أيضا، وفي نفس الوقت لجلب الرزق والمعيشة. نتابع في الفقرة التالية تقرير مفصل عن بعض الأمور التي يسترزق بها الناس
ويحصلون على معيشتهم منها، وإضافة إلى ذلك يقومون بخدمة الزوار. فلنتابع هذا التقرير. اسمي محمد ميبندي، عمري 33 عاما، تزوجت قبل 17 سنة ورزقت بثلاثة أطفال. أعيش في مدينة قم المقدسة وأدرس هنا في مرحلة البكالوريوس في سلك التغذية. في السنوات الماضية جربت الكثير من الحرف، حيث عملت كموظف في إحدى الدوائر الحكومية، لكنني كنت أطمح للدراسات العليا في تلك الفترة، ونظراً لساعات العمل التي كنت ملزماً بها لم أتمكن من التنسيق بين ساعات العمل والجامعة، فتركت تلك الوظيفة واشتريت هذه السيارة التي مضى على شرائها 8 أعوام، وعملت كسائق تاكسي إلى يومي هذا. السياقة على سيارة الأجرة هي من ضمن النشاطات الخدمية في المجتمعات المدنية، والهدف منها إيصال الركاب إلى الوجهات المطلوبة. ولكن هنا في مدينة مقدسة ذات شأن رفيع كمدينة قم تختلف الأمور قليلا، حيث أنا كسائق أعتبر هذا العمل بمثابة جامعة صغيرة أتعلم منها أشياء كثيرة. فعندما أتكلم معهم أتعرف إلى نمط الحياة التي يعيشونها وعلى البيئة التي ترعرعوا فيها، وكل هذا يعلمني الكثير. ولكن الأمر الذي يسعدني أكثر هو أن المعاش الذي أحصل عليه في هذا العمل يرتبط بالخدمة التي أقدمها للناس. أن التنقل من مكان إلى مكان آخر هو من مستلزمات هذه الحرفة، فحين وقوفي في موقف السيارات يأتي إلي بعض الناس يسألونني عن عنوان، وعندما أدلهم إليه ينتابني شعور جيد. كما تعلم لكل حرفة وعمل صعوبات ومشاكل على روادها الاعتياد عليها، ومن ضمن الصعوبات التي أواجهها هو أن لهذا العمل راتبا يوميا، وعندما لم أتمكن من العمل في يوم واحد من أجل الدراسة مثلا، حينها أخسر الأجر الذي كنت سأحصل عليه في ذلك اليوم. ولكن رغم الصعوبات التي أواجهها أعتبر أن إيجابيات هذا العمل أكثر من سلبياته، وأنا أحب هذا العمل. في غالب الأوقات أنقل الركاب الذين ينوون الذهاب إلى الزيارة، فآتي بهم إلى مرقد السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها، ومن الممكن أن يحصل هذا الأمر 15 مرة في اليوم الواحد. وتعلمون أن هناك حر الصيف وبرودة الشتاء وإرهاق العمل، ولكن عندما أنظر إلى القبة الذهبية للمرقد الشريف وأرى جمالها عندها أنسى التعب وإرهاق العمل. إنه شعور رائع عندما أرى نفسي مرتبطاً بزوار هذه السيدة الجليلة، عندما أعتبر نفسي أخدمهم وأكسب رزقي ومعاشي من خلال تقديم الخدمة لهم، وقتها أرى نفسي خادماً لهذه السيدة الجليلة. إنه إحساس جميل.
ينتابني شعور بالفرح عندما أرى نفسي مثابرا في عمل رزقه حلال وفيه خدمة أهل البيت عليهم السلام وزواره، وهذا ما يحسسني بأني نافع بالمجتمع. وما أحسن الخدمة عندما تكون للمجاورين والوافدين إلى هذه السيدة الجليلة. أعتقد إذا حضر الشخص عند من لها شأن من الشأن وتسمى بكريمة أهل البيت ولم يستثمر هذه الفرصة بطلب كل ما يريد من الله تعالى فهو حتما خاسر. يا سيدتي ومولاتي، أول ما أطلب منك هو التعجيل في فرج مولاي صاحب العصر والزمان وحلول السلام في جميع أنحاء الأرض وشفاء المرضى وقطع دابر الفقر. يا مولاتي، أشكرك على مساعدتي في حصول على عمل أخدمك وأخدم زوارك. مشاهدينا الأكارم، شارف وقت حلقتنا على الانتهاء، مع أنه كان بودنا أن نبقى أكثر وأكثر في أجواء هذه الولادة الميمونة للسيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها. أحبتي المشاهدين، لا يسعنا في نهاية الحلقة سوى أن نشكركم على حسن استماعكم ومتابعتكم، وأن نهنئكم مرة أخرى بذكرى ولادة السيدة فاطمة المعصومة سلام الله تعالى عليها. وبالطبع إن شاء الله سوف تكون لنا وقفات وحلقات وتغطية لولادة الإمام الرضا سلام الله تعالى عليه لهذه الذكرى السعيدة التي سنعيشها سوية إن شاء الله في مشهد المقدسة تلك المدينة العظيمة الجميلة. أحبتي المشاهدين، حتى نلتقي وإياكم حتى ذلك الحين، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.